تروح للقر واعترف عشان نختم معاك. يلا بينا. جاهز للقر واعترف؟ قر واعترف مع استاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ محمد ضماطي، تقر وتعترف ان صراحتك وشجاعتك سببت لك الكثير من المشاكل داخل وخارج النادي الاهلي؟ مشاكل؟ لا الحمد لله، الحمد لله مفيش حاجه يعني. طيب تمام، ما تعتبرش مشاكل يعني. ماشي. تقر وتعترف انك قدمت استقاله من مجلس اداره النادي الاهلي قبل كده؟ اقسم بالله ما حصل. من غير ما تخسر؟ لا والله لا خالص، ما حصلش خالص. ما حصلش. تقر وتعترف ان النادي الاهلي مظلوم اعلاميا وهناك حاله من التربص به؟ احيانا. النادي الاهلي لان انت غصبا عنك احيانا بيبقى في قيادات في بعض القنوات المهمه بتميل لتشجيع نادي اخر، فغصبا عنهم بيبقى مش هقول لك مظلوم اعلاميا بس بيبقى في تصدير زياده للمشاكل. بالمناسبه، بعيدا عن اقر واعترف، في كلام بيتردد انه احد اللاعبين اللي كانوا في مباراه السوبر ما قالوش لاهلي ولا زمالك انه سمعت الموضوع ده امبارح. مشكله منشطات، هل اتاكدتوا من لعيبتكم؟ النهارده كنت اليوم كله مش ما اعرفش للاسف. ما تعرفش حاجه؟ لا لا من هنا ولا من هنا. سمعت قبل ما اجي. طيب. تقر وتعترف ان العلاقه بين الاهلي والزمالك مهدده بالتوتر وتجدد الازمات بسبب التصريحات من بعض المسؤولين؟ لا مش هتوصل للقديم. بس هيحصل شويه عادي يعني، مش هيبقى بس كلها في الاخر مقدور عليها. لا طالما بص، طالما العلاقات الشخصيه فيها احترام يعني كل حاجه. مين اكتر واحد صاحبك في مجلس اداره الزمالك؟ لا عندي هاني بيرزي طبعا، هو واحد من اعلام الصناعه الغذائيه وراجل رئيس المجلس التصدير اللي انا عضو فيه. وكابتن حسين لبيب وبقيه الناس كلها ناس افاضل يعني. بس دول اكتر اثنين اصحاب. مش اصحاب بس يعني، يعني علاقتك كويسه كويس جدا بيهم يعني. طبعا في تواصل، ممكن تتكلموا في التليفونات تعيدوا على بعض. طبعا بيحصل يعني. تقر وتعترف ان غالبيه عائلتك زملكاويه؟ لا خالص. لا عندنا زملكاويه في العيله، عندنا زملكاويه في كل حته. بص المشكله بتاعت الاهلي والزمالك دي اللي مولعها السوشيال ميديا. انك انت بيبقى في خناقه بين اتنين ما يعرفوش بعض. فبيدوسوا في بعض للاخر. لكن انت لما تبقى اللي قدامك اكيد انت عندك في العيله زملكاويه، ممكن تقعدوا تغيظوا بعض وتتخانقوا عند حته معينه. هتقفوا عشان ما تقدرش تخسروا بعض على على كوره، لكن السوشيال ميديا هي اللي بتولع الحته دي للاسف. تقر وتعترف ان محمد ضماطي عنده طموح انه يبقى رئيس النادي الاهلي مستقبلا؟ حاليا لا، بس لا يعني حاليا ما اقدرش اقول. حاليا لا. تقر وتعترف ان ازمه التعاقدات الاخيره ستجبر النادي على هيكله شامله في جميع قطاعات كره القدم ويمكن بعض الرياضات الاخرى؟ لا مش الرياضات الاخرى بره القصه دلوقتي، بس اوريدي احنا قلنا ان في اعاده هيكله، وكابتن محمد رمضان راجل بفكر جديد وبدم جديد وراجل زي ما قلت الناس كلها يعني متفائله بيه، نديله كل الفرص. حاسسك متفائل قوي بمحمد رمضان. شخص محترم على فكره، ما اعرفوش بشكل شخصي بدوي يعني، بس هو شخص طبعا انا كنت بحبه كلعيب لان هو في بدايه التسعينات لما كنت لسه يعني الدنيا اول لعب 4 سنين معانا في اول التسعينات، كان هو بديل كابتن حسام حسن، فكان هو الهداف. لا وكان بيلعب جنب حسام كمان. لا لعب جنب حسام بس اخر سنتين. لا بس اول سنتين هو اللي كان لوحده اللي هم حصلش يعني. فالناس كلها متفائله بيه. نعم. وراجل جد وستريت وحازم، وانت محتاج ده دلوقتي. السؤال ده ما يعني مش من خصتك بس هقوله لك. تقر وتعترف ان نتيجه السوبر المحلي ممكن تؤثر على مستقبل الكره مع النادي الاهلي؟ لا ملهاش علاقه. يا جماعه برضو تاني، احنا عشان بس نبقى واضحين، وانا عارف ان ده مش فكر جمهور الاهلي يعني. بس انت السنتين اللي فاتوا انت واخد كل حاجه. نعم. يعني فما ينفعش انك انت النهارده تقيم من بطولات اللي هي يعني، انت ممكن تقيم مدرب على دوري او افريقي اللي هي البطولات الطويله، لكن الماتش يعني انت مثلا ماتش السوبر اللي احنا خسرناه، احنا لعبنا وحش وكل حاجه، انت خسرت ضربات جزاء يعني كان ممكن جدا تمشي معاك وتكسب. صحيح. فالتقييم على الـ يعني مثلا ما انت جراديولا خسر الكاس من يونايتد في السنه اللي فاتت، ولكن واخد الدوري ومكسر الدنيا. فدايما التقييم الاشمل طبعا بيبقى في اخر الموسم وبيبقى على البطولات الاكبر، مش معناها كده ان البطولات الثانيه مش مهمه. طبعا مهمه ومهمه جدا. وبنحزن وبنتقهر كمان لو في حاجه حصلت، بس التقييم بيبقى اكتر على البطولات الطويله. تخسروا تاني. شفت بقى ماتش بضربات جزاء عامل فيكوا ايه؟ اوف